تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا بعد قرار الولايات المتحدة وتركيا وقف منح تأشيرات الدخول من السفارتين التركية في واشنطن والأمريكية في أنقرة. وقد أتت الخطوة على خلفية توجيه السلطات التركية اتهامات بالتجسس لأكثر من موظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول. التطور الأخير أظهر الاختلافات العميقة بين البلدين على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي الذي تربطه علاقة شخصية بالرئيس التركي بإصلاح العلاقة مع تركيا بعد تدهورها خلال عهد باراك أوباما. قبل نحو أسبوعين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقة بين واشنطن وأنقرة في أحسن أحوالها لتنحدر العلاقة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بعد قرار متبادل من البلدين بوقف منح تأشيرات الدخول على خلفية توقيف موظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول بتهمة تتعلق بالتجسس. كان أردوغان يراهن في مرحلة ما على أن ترامب سيكون مغير عن أوباما، سيفتح صفحة جديدة. اكتشف مع الوقت أن الأمور أكثر تعقيدا، فالآن دخلنا إلى هذا الحائط المسدود. وأيضا النقطة الأخيرة هي طبعا التحولات الإقليمية في سوريا وغيرها. تركيا تقترب من روسيا، تشتري منها صواريخ دفاعية تتحفظ عليها واشنطن. يعني هناك ملفات كبيرة تعرقل العلاقة الإيجابية بين الطرفين. الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا تعمقت في العامين الأخيرين حول ملفات عديدة، منها الحرب في سوريا والاتهامات الأمريكية لتركيا بالتساهل مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على حدودها والتقرب من روسيا وإيران، واتهامات تركيا لواشنطن بدعم الانقلاب الفاشل، خصوصا في ظل رفضها تسليم المعارض التركي فتح الله جولن فضلا عن تسليح الأكراد. وعلى الرغم من هذه الاختلافات يرى مراقبون أن مصلحة البلدين تقضي بعدم تصعيد الأزمة. هناك تداعيات على سوريا وعلى غيرها، يعني لا يبدو أن أردوغان يود التراجع، يقوم بالأمر ذاته مع ألمانيا، فبالتالي على الأرجح يعني لا تتجه إلى التصعيد، لا تود أعتقد الإدارة الأمريكية التصعيد الآن في هذه اللحظة الإقليمية، لكن ربما إلى شبه يعني تأزيم بين الطرفين قد يمتد لأشهر. وحادثة توقيف الموظف في القنصلية الأمريكية ليست الوحيدة، إذ تحتجز أنقرة عددا من الأمريكيين بينهم رجل دين لارتباطهم بجولن كما تقول، وقد تعهدت تركيا بالإفراج عن رجل الدين مقابل تسليم المعارض التركي. علاقة صداقة تجمع الرئيسين الأمريكي والتركي، أو على الأقل هكذا وصفها ترامب في أكثر من مناسبة. علاقة تطرح حولها أكثر من علامة استفهام بعد التوتر الأخير الذي أظهر عمق الاختلافات بين واشنطن وأنقرة. وفاء إشباعي، سي جي تي إن العربية، واشنطن.